أحب أن أقول لكل فتاة تضع صورا فاتنة لنساء أو غير ذلك، أقول لها يا أختي الكريمة اتق الله عز وجل وحاسبي نفسك. بالله عليك ماذا تستفيدين؟ اسألي نفسك أختي الكريمة، والله أنك سوف تودعين هذه الحياة الدنيا يوما ما، أيرضيك أن تودعينها وقد تركت هذه الصورة الفاتنة تفتن هذا وهذاك بأي شكل من الأشكال؟ أيرضيك أن تدخلين قبرك وقد تركت هذه الفتنة وهذه الصورة تجر عليك الويلات والذنوب والسيئات في قبرك؟ كيف بك يوم أن تقفين بين يدي الله فتأتيك الذنوب فتقولين يا رب يا رب ما عملت هذه الذنوب؟ فيقول الله نعم، ولكنها الصورة الفلانية والمقطع الفلاني والفتنة الفلانية التي نشرتيها وعلقتيها انفتن بها هذا وهذاك. فالآن الآن استبدلي وغيري إلى خير.